نعيش في الضيق، نحن نعيش في الأزمة، هي الحقيقة، ولكن لا يجب أن نخاف، لأنه نحن نؤمن بانتصار الحياة على الموت. هذه هي رسالة الكنيسة، هذه هي الرسالة المنبثقة من الإنجيل، من كلام سيد المسيح، أنه لا تخافوا، أنا انتصرت على الموت. في أيامنا هذه أتمنى أن تكون لنا القدرة والقوة الكافية لكي نحافظ على الإيمان، أولا إيماننا بالكنيسة، إيماننا بوطننا، نحافظ على هذه الرسالة قد أسلمها إلينا الآباء والأجداد، أن نحافظ عليها لكي نسلمها إلى أبنائنا وإلى أحفادنا لكي تستمر الرسالة. رسالة الكنيسة وعبر التاريخ وعبر الدهور وعبر قرون طويلة التي قد تحدثنا عنها، كانت دائما صلب رسالتها هي المحبة والسلام والعيش المشترك، العيش الواحد. دائما كانت تندمج الكنيسة في المجتمعات التي تعيش فيها، لأن اليوم يعني جوهر الإيمان الكنسي والإيمان المسيحي هو قبول الآخر، ليس فقط قبول الآخر، إنما محبة الآخر على ما هو عليه، على ما هو عليه. لذلك يعني هذا جعل الكنيسة تستمر، وجعلها دائما يعني حتى بعد كل اضطهاد كانت تمر به تعود وتترسخ أكثر وأكثر، والقيم الإنسانية والأخلاقية والإيمانية أيضا تتثبت أكثر وأكثر في قلوب المؤمنين. لذلك رسالتها إلى كل العالم هي رسالة المحبة والسلام، رسالة أن الله خلقنا على صورته وعلى مثاله، لذلك يريدنا أن نعيش دائما في تناغم مع أنفسنا، في تناغم مع أقربائنا، مع جيراننا، مع إخوتنا في الإنسانية، في تناغم مع الله الذي قد خلقنا على صورته وعلى مثاله، وبذلك لا نعيث فسادا في هذه الأرض. لذا رسالتنا دائما إلى كل أبنائنا وإلى كل إخوتنا أننا سنستمر في نشر رسالة المحبة والسلام التي أوصانا بها السيد المسيح، والتي علمنا إياها دائما، والتي قال لنا بأنه إن ذهبتم وتلمذتم كل الأمم انشروا هذه الثقافة، انشروا هذا التعليم، انشروا هذه المحبة، هذا السلام الذي أخذتموه مني، لكي نقول دائما بأننا تلاميذ للسيد المسيح ونستحق أن نكون تلاميذ له في كل الأزمان وفي كل الأوقات. رسالة الكنيسة واحدة لا تتغير باختلاف الأيام والأزمنة، يمكن تتغير الطرق والوسائل بحسب الظروف، بحسب الزمن، بحسب المكان، بحسب الأشخاص، ولكن الرسالة واحدة لا تتغير. وأرسل الرب يسوع تلاميذه إلى العالم، إجا وقال نورا أتيت إلى العالم لكي لا يبقى الناس في الظلم بل يكون لهم نور الحياة، وطلب من الجميع أنه ينشروا هذا النور إلى لكي يرى الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. طلب من المؤمنين، من أبنائه، أنه يقوموا بالأعمال الصالحة، يتعلموا تعاليم الرب يسوع وأن يعملوا بها، ويكون أعمال التي تدل على الصلاح والتقوى، أعمال اللي فيها المسامحة والغفران والتعاون والإخاء، نشر المحبة والسلام. طبعا الكل بيعرفه، ما بدنا نذكر أنه أول شيء الرب يسوع الكل بيعرفه هو رسول السلام والمحبة، قال الملائكة في ميلاد والمجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، وأيضا رسالة المحبة والفرح يلي ما بيقاربها أو بيشوبها أي شيء لها المحبة اللي لازم تكون موجودة بين الناس. مهما تلبدت الغيوم فالشمس التي ستسطع سواء على سوريا ضمن هذه المحنة أو على المنطقة العربية ككل أو على الكنيسة سوف تنجلي الحقيقة يوما ما، وهذه الزرعة التي زرعها الرب لن يتخلى عنها،
لا يمكن لعمل إلهي أن يتخلى عنه. حتى الذين يقتلون البشر بدم بارد، والبشر الإنسان مخلوق على صورة الله، كيف يسمح لنفسه هذا القاتل المدمر أن يقتل ويقطع الرأس بدون ذنب؟ لماذا؟ الشهادة والاستشهاد هن كلمة واحدة، فعندما أشهد أنا بأنني مؤمن بالله وأنني أتحدث عنه لأقدم ما يريد الله من الناس، أنا مستعد أني أكد على صدق شهادتي باستشهادي إذا دعي الأمر. فقدمت الكنيسة مئات الألوف من الشخصيات التي قتلت فقط لأنها مؤمنة. هالأمر نحن بكنيستنا نعتبره هو الدعامة لهذه الاستمرارية، يعني باستشهاد هؤلاء الشهداء تم التأكيد على بطولات مستمرة، ما عاد في خوف. الإيمان بالله هو فوق كل اعتبار، نحن لا نريد أن نموت، ولكن إن كان الموت لابد منه فنحن سباقون في تقديم أنفسنا، هي كان لسان حال. يعني من أهم الكلمات بالمسيحية وربما بكل الكتب السماوية هو السلام، والسلام لا يتحقق إلا باستخدام المحبة كطريقة حياة. إيمي المحبة ما ممكن أنه يلتقي الإنسان مع الإنسان الآخر، الإنسان وحش للإنسان الآخر، ذئب كاسر إذا ما كان في بقلبه محبة للإنسان الآخر. وهلأ عم نشوف يعني جماعات متعددة كمثل الذئاب، لأنهم فسروا الدين كما يقول أصحاب الدين. يعني أنا يعني ما بدي أحل محل حدا غيري، كما أسمع وأنا بتبع بالإعلام أقوال أصحاب الحق في القول وبيقولوا هالكلمات هي، يعني فبدنا ننتبه أنه نستخدم حقيقة إرادة الله لنا لنتعايش من خلالها، لنكون نحن كلنا تحت مظلته. بهذه الصورة بيكون الغاية هي لهالسبب، يعني لازم يكون في سلام، مو بس ضمن قطرنا ووطننا، مو بس ضمن القطر العربي، ضمن الكرة الأرضية كلها لازم يكون سلام عم بيعم العالم كله، تآخي وتعاون، كل من بيعيش بغنى شكل، وبيسوى يكون وحدة في التعددية. أنا سوري وأفتخر بكينونتي سوري، ثم أنا مسيحي وكل مسيحي سوري يقول قولي. في هذه الأرض نحن وجدنا، وبهذه الأرض ندفع. سئلت سؤال على صفحات التواصل الاجتماعي، وين هلأ أنت صرت؟ كتبت لهم أنا في دمشق، أنا زيتونة دمشقية متجزرة في تربة هذه الأرض التي رويت من دماء أجدادي، ولن أدفن إلا فيها. نحن مستمرون في البقاء في الوسط الاضطهادي هذا. حتى أيامنا هذا بقيت الكنيسة كل دم شهيد كان يزهر نشاطاً روحياً أكبر وعملاً رسولياً تجاه الكنيسة أكبر،
والاضطهادات لم تعق الكنيسة أمام تقدمها، بل كانت تزدهر وسط الاضطهادات. وأكبر دليل على ذلك أنه اليهودية كانت قبل المسيحية بسنوات بقرون. إذا أردنا أن نعدد عدد اليهود اليوم في العالم لا يتجاوز عددهم 20 مليونا، بينما يقارب عدد المسيحيين 2 مليارين. فلو كانت الديانة اليهودية وكلهم الذين تركوا اليهودية أصبحوا مسيحيين. نحن موجودون ولنا بصمتنا الشريفة والنقية، لنا بصمتنا الواضحة. لا نريد أن تطمس هذه البصمة وهذا الوجود من قبل رعاع لا يعرفون الله ولا يعرفون حب الوطن، لا يعرفون الله ولا يعرفون حب الوطن. لما تعرضت الكنيسة، وأنا خصوصا بتحكي عن الكنيسة الأرمنية، تعرضت للهجمات السياسية أو من العدوانية لأرمينيا، العدو كان يرى التمسك الشعب الأرمني بهذه المبادئ. إذن هوية الشعب قد تتألف من التمسك بالإيمان. تمسك بالإيمان يعني تمسك بالانتماء إلى الكنيسة، يعني تمسك بالانتماء إلى التقاليد الشعبية على مبنى، على مبدأ التعليم الكنسية المسيحية وتعاليم ومبادئ الكتاب المقدس. الاضطهاد العاشر الذي كان في وقت الإمبراطور دقلديانوس، والذي ذهب ضحيته أيضا شهداء كثر، ولكن على رأسهم القديس مارجورجوس الذي اليوم نجلس في هذه الكنيسة التي قد أقيمت على اسم هذا القديس مارجورجوس، كان شهيد الاضطهاد العاشر في وقت الإمبراطور دقلديانوس. ظلت الكنيسة في القرون الأولى للمسيحية تعاني الأمرين من هذه الاضطهادات. ما بين النهرين أيضا كان هناك الكثير من الاضطهادات التي مورست في حق التلاميذ المسيحيين أو المؤمنين بالسيد المسيح، وهناك الكثير من الذين أيضا قد ذاقوا صنوف العذابات والذين استشهدوا في تلك المرحلة. أيضا عندما ظهرت الإسلام، ظهر الإسلام في هذه البلاد، فوقف المسيحيون إلى جانب أخوتهم المسلمين ضد اضطهاد الرومان والبيزنطيين، وعلى أمل أن يتعايشوا مع بعض عيشا كريما، كما يقال تعايش وكذا إلى آخره. هذا الأمر امتد عبر القرون، امتد عبر القرون. والدين يقودنا إلى وحدة في التعددية. لو أراد الله لخلقنا كلنا أمة واحدة، لكن وما هيك أراد؟ إذن في تعددية، وهذا بيعود من إرادة الله. هذه الإرادة الإلهية نحن بدنا نفهمها وبدنا نعيشها. عيشنا إلى هو اللي بيوصلنا، لأنه ما أنظر إلى الآخر كمسلم أو كمسيحي أو إنسان آخر، لأنظر إلى الآخر كإنسان مطلوب مني أني أحبه، أني أخدمه، أني أتعايش أنا وياه. فهذه التضحيات المستمرة هي بتولد المجتمع المعاصر. لذلك كلنا إيمان وكلنا أمل وكلنا رجاء بأن دماء هؤلاء الشهداء أيضا الذين يسقطون في هذه الأيام هي بذار إيمان لنا لكي نتمسك أكثر وأكثر، ولكي نسير قدما لكي نورث الرسالة إلى أبنائنا، ولكي نقول قد حافظنا على هذه الرسالة بدمائنا، بدماء آبائكم ودماء أجدادكم، فحافظوا عليها وطوروها أكثر، وكونوا دائما نورا لكل الناس كما كنتم عبر
كما كنا كشعب سوري عبر القرون وعبر الدهور وعبر كل الأزمان، أننا نشرنا الحضارة ونشرنا الإيمان في كل أنحاء الأرض. اليوم نرى هذه الهجمة الإرهابية التكفيرية التي تجتاحنا في هذه المنطقة في هذه الأيام، خاصة في سوريا. يعني اليوم عندما يدافع الإنسان عن نفسه وعن وطنه وعن بلده فهذا واجب، وهذا يعني حق في آن معا، واجب ديني وأخلاقي، لأن الله قد قدس الحياة الإنسانية. وعندما تدافع أنت وتطهر هذه الأرض من رس هؤلاء الإرهابيين أو هذا الفكر، فأنت تنفذ وصية الله بأنك قد قدست الحياة الإنسانية. ولا ننسى أيضا التكافل المجتمعي الذي كان يتم، يعني اليوم معيشيا اقتصاديا عبر التاريخ، وحتى الموقف الإيماني الذي كانت تتحلى به الكنيسة كان يجعل المؤمنين لا يخشون الموت ولا يهابون المضطهدين، بل دائما كان يتحول في كثير من الأحيان المضطهد يتحول إلى مؤمن وإلى معترف بالإيمان الكنسي والإيمان المسيحي. الهجوم على الوجود المسيحي ونتيجة تعصب نشأ عن فتاوي كان يطلقها مفتون استباحوا لنفسهم أو جيروا اسم الله لأنفسهم واستباحوا حل الدم المسيحي. المسيحيون معروفين أنهم هم رجال سلام، هم شعب مسالم، شعب متمسك بأرضه، يبذل الغالي والنفيس على أنه هو يقوم بواجبه تجاه هذه الأرض ولا يعادي أحد. وما وجودنا من هذاك التاريخ، من تاريخ المسيحية، فجر المسيحية الآن، إلا لأنه نحن مسالمين، لأن المسيحيين مسالمين إجمالا. ولكن هذا التكفير يجب تمييزه عن الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي لا يقول بذلك ولا يحل دم الناس. هذا بكل أسف يلي الوجود المسيحي دائما، يعني فيما يتعلق بالمسيحيين هم أرباب مهن وأرباب حرف، الحرف كانت كلها بيده محصورة. هذا الأمر يقودنا إلى شيء آخر، أنه نحن هنا في هذه المنطقة، وجدنا في هذه المنطقة، هذه المنطقة كل ما فيها من آثار ومن أحجار ومن أوابد تشهد على مسيحيتها. لا شك أنه من خلق هذه المجموعات التكفيرية يهمه إفراغ المنطقة من المسيحيين، وأولهم أمريكا، وأساس العملية صهيونية. إفراغ المنطقة من سكانها المسيحيين يعني إفراغها من الخبرات المتنورة. إسرائيل بهمة تفضي المنطقة من الوجود المسيحي لأنه هو وجود متنور. من بعث بفكرة القومية العربية في أواخر القرن 19؟ المسيحيون. المسيحيون اللي يسمون المتنورين الشوام. الشوام مقصود فيها بر الشام وليس دمشق أصلا. المتنورون الشوام كانوا مسيحيين بالمطلق، تعرضوا للاضطهاد الشديد بزمن عبد الحميد، السلطان عبد الحميد، لأنه طالبوا باللامركزية، طالبوا بأنه تكون الولايات العربية عربية. نعرف هذيك الحركة اللي كانت، هالحركة اللي سميناها الحركة التنويرية، أثبتوا بما لا يدع مجالا للنقاش أن الحضارة الإسلامية التي كانت حضارة إسلامية هي حضارة عربية، لأنه أسهموا فيها المسيحيين كما أسهم فيها المسلمون عبر تاريخ المنطقة عبر 1414 قرن، من ظهور الإسلام وحتى وقتنا الحالي، حتى أواخر القرن 19. من خلال إيماننا نصلي، ونحن نصلي كل يوم في هذه الكنيسة اللي نحن فيها من أجل أن يعم السلام، ومن أجل أن ينتهي كل ما هو
ذبح وقتل ودم من أجل أن يكون هنالك عودة إلى التعايش يلي ربنا بيريدنا عليه واللي عشناه قبل.